من وادي الدواسر إلى تكساس منافس أشهر أطباء القلب في العالم، ومن ضمن إحدى إنجازاته هو إجراء أول جراحة زراعة قلب ورئتين ناجحتين في الشرق الأوسط في عملية نادرة لسيدة عاشت بعدها 16 عاما. يسعدنا مشاهدينا أن نرحب معكم بضيفنا في الاستوديو البروفيسور غنام الدوسري. أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا. غنام، سعدنا جدا وجودك معنا والحمد لله على السلامة. الله ما شاء الله يسلمك. عليك دائما في حالة سفر، ولكن خلينا ندخل في الموضوع. لما نتكلم عن القلب وأمراض القلب، كلمنا عن أمراض القلب وإيش المسببات لأمراض القلب. الحقيقة أمراض القلب الآن تعتبر من الأسباب الأولى في الوفيات في المملكة وخارج المملكة. طبعا وصلت نسبة يعني تصل إلى الجنسين تصل إلى 35% من الوفيات، وهذه نسبة عالية جدا. طبعا نمط الحياة تغير، صار الإنسان يأكل كثير ويسمن، والسكر طبعا واحد من الأمراض الأساسية اللي تسبب أمراض القلب. ارتفاع الضغط بسبب ضغط الحياة طبعا والمشاكل. أيضا أحيانا في جينيتك، جزء منه جينات يعني وراثي، تلاقي المريض جاله أمراض قلب على سن صغير يعني على سن الخمسينات، بينما المفروض أنه يجي مع السن البعيد يعني 60-70-80 سنة. فالحقيقة نمط الحياة هو السبب الرئيسي بالإضافة لمرض السكر. في بعض الأخبار تقول دكتور أنه تم استحداث تخصص جديد بمسمى قلب المرأة، من بين كل التخصصات اللي احنا نعرفها للقلب وأمراض القلب، خلينا نقول، فإيش يعني أمراض أو قلب المرأة؟ إيش معناته؟ الحقيقة في الآونة الأخيرة يمكن من 15 سنة تقريبا بدأنا نلاحظ أنه في أمراض للقلب معينة تصيب النساء أكثر من الرجال. فصار في جزء من التخصصات اسمه صحة قلب المرأة، اسمه صحة قلب المرأة، لأن في أمراض معينة تصيب المرأة وتصيب الرجل. من ضمن الأشياء مثلا حاجة بعد الولادة يصير في فشل في القلب اسمه بوست بارتم كارديوميوباثي، ما نعرف أسبابه أبدا، ويصيب جزء بسيط من النساء، ليس كل النساء. لحد الآن مش فاهمين ليش هذه يجيها الفشل القلب بعد الولادة والأخرى لا ما يجيها شيء. فصار دراسة كاملة عن هذا التخصص، وأصبح التخصص يعني شيء المفروض بعد سن الأربعين إلى الخمسين بعض النساء يجيهم يأس، سن اليأس المبكر، وبعضهم على الخمسينات. سبحان الله بعد السن اليأس يبدأ نسبة الأمراض القلب عند النساء خاصة الشرايين وضعف عضلات القلب تزيد. ما احنا عارفين ليش، ما عدا أنه احتمال الهرمونات تتغير، الأستروجين موجود لحد سن اليأس، فهذا قد يكون له سبب، لكن مش معروف بالضبط ليش بعد سن اليأس تزيد أمراض النساء. هل ممكن يكون عشان السيدات بشكل عام حساسات بزيادة يكبروا المواضيع، ولا ما له علاقة؟ لا لا له علاقة، بس في شيء ثاني. أول شيء في حاجة برضو مرض جديد اكتشف فقط أو فهم فقط في 1990، واحد من أطباء القلب اليابانيين وجد أنه مرضى يتابعهم هو بشكل مستمر، قلبهم سليم 100%، وفجأة تصير فيها حادثة في حياتهم، صدمة في حياتهم، وينزل عمل القلب من طبيعي إلى ضعيف جدا كأنه فشل في القلب. فما فهم إيش القصة، فبدأ يتابع الناس ويسألهم إيش اللي صار لك الشهر هذا، إيش صار لك بالضبط. تكون واحدة من النساء كان ابنها الوحيد توفي، فوجد أنه تغير كامل. هذا يسمونه طبعا متلازمة انكسار القلب أو القلب المكسور، وصارت ظاهرة معروفة الآن وتصيب النساء بنسبة 88% إلى 90%. لا يعني الرجال أنهم مش حساسين، ولكن فيه رجال برضو وجدنا أنهم بعد وفاة شريكة عمره على مدى طويل جدا وفي سن متأخر فيصير وحيد في تجيهم المتلازمة هذه، بس بنسبة أقل من النساء. أيضا الأخبار سواء جيدة أو سيئة صح. المفاجئة، عشان كذا أنا أنصح الناس أنه لا تفاجئ الواحد وتصدمه كذا. عندنا حتى في المثل العربي يقول الله لا يفجع قلبك أو شيء زي كذا يعني، أو الله لا يكسر قلبك أو يحميك. هذه موجودة بس ما كنا فاهمين إيش معناها. خبر مفرح يطيح الواحد ساكت، طب ساكت زي ما يقولون، خبر مفجع نفس الشيء.
لكن ايش الميكانيزم او كيف يصابون بالضعف هذا الشديد المفاجئ، هذه ما احنا فاهمين احد الان. لكن سبحان الله الشفاء منه ان شاء الله كويس، يعني اذا قدر الانسان انه يتعدى المرحله هذه او الصدمه يسمونها طبعا كوبينج، او قدر يتعامل مع الحادثه اللي جاته هذه فيرجع القلب طبيعي. سبحان الله. حتى لو كان الانسان يتمتع بصحه جيده طول عمره وما عنده اي امراض مزمنه او اي مرض يؤثر على القلب، فجأة إذا كان في حاجة أثرت على مشاعره سواء فرح شديد أو حزن شديد يصاب بمتلازمة القلب المكسور ممكن يتأثر؟ إيه؟ ممكن. ولكن مش عارفين ليش بعض الناس قلبه قوي أو النساء مثلا غير واحد ثاني، طريقة تفاعلك مع هذا الحادث. في ناس ما تقول له خبر على طول يطب ساكت، يعني هذا ما احنا عارفين ايش السبب، لكن المتلازمة موجودة. نسبة الوفيات أقل الحمد لله، يعني يمكن 1% من هذول اللي عندهم المتلازمة ممكن ما يقدرون يخرجوا من الأزمة هذه فيتوفون، يضعف القلب ويتوفوا. الأعراض نفس الشيء سبحان الله، وكأنه المريض عنده فشل في القلب. بس لأنك عارف إن ما عنده شيء سابقا فأنت لازم تبحث أكثر وتعرف ليش، إيش الصدمة اللي في حياته أثرت عليه. هل الأعراض تختلف عن الرجل عن المرأة ولا نفس الأعراض تصاب الجنسين؟ الأعراض ما تختلف اختلاف شديد، ولكن عند المرأة اللي عندها سكر أو وزنها ثقيل يعني زايد ممكن ما تحس بالأعراض الكلاسيكية للقلب، أزمة القلبية، فممكن تحس بوجع في المعدة كذا أسفل الصدر، في الرقبة، في الإيد، مش الأعراض الكلاسيكية المضبوطة، لكن ما في اختلاف شديد بين أعراض أمراض الرجل القلب للرجل أو المرأة. دكتور، يعني اللي فهمته من كلامك انه اللي يقلق يمكن كثير او اللي عنده ضغوط نفسي او على حسب ما هو يتعامل مع الموضوع ممكن انه يزيد احتماليه اصابته باي مرض او امراض القلب بشكل عام. هل هذا الكلام ينطبق كمان على الصغار في السن؟ يعني خلينا نقول يعني في الثلاثينات مثلا اللي هم يعتبرون شباب، ولا هذه الاشياء بس تصيب مثلا الكبار بالسن؟ ايش رايك؟ اولا المتلازمه هذه، متلازمه القلب المكسور، ممكن تصيب اي واحد من السن المراهقه الى سن كبير، لان القلب سليم ما في اي شيء، لا شرايين ولا ضعف في العضله ولا صمامات. القلب من ثلاث اشياء: عضله تغذيها شرايين، وصمامات داخل القلب تفصل حجرات القلب عن بعض. كل امراض القلب متعلقه بالثلاث اشياء هذه، يا مرض الشرايين، يا مرض ضعف في العضله، يا مرض الصمامات. الصمامات ايضا او الحمى الروماتيزميه ما زالت موجوده عندنا، يمكن انقطعت في الغرب او المجتمع اللي ما عندهم امراض الروماتيزم، ما زالت موجوده في العالم الثالث، وهذه تصيب من الصغار ما ننتبه لهم، يبدون من سن المراهقه عندهم امراض في الصمامات تؤثر بشكل عكسي مع الوقت اذا ما عولجت على عضله القلب. احنا شفنا يعني وسمعنا عن حالات لمراهقين توفوا هم في سن المراهقة وبعد ما بيلعب كورة او شيء بحكم انه ما كانوا يعرفوا انه كان عنده مشكلة في القلب. فنبغى نعرف هل ممكن هناك اشياء ممكن الواحد يسويها الانسان، اجراءات او فحوصات تبين انه هو ممكن انه يصاب بامراض قلب او انه ممكن احتمالية انه يصاب او تحصل له هذه الاعراض؟ بالنسبة للموت المفاجئ لصغار السن، هذا عادة هو كهربة القلب معظم الوقت يعني. وهذا يكون جزء منه كبير وراثي. مجرد احنا ما يحصل، وحتى لو انقذنا حياته نرجع نشيك على العائلة كلهم الجينات حقتهم، متأكد انه ما عندهم هذا الاعتلال في كهربة القلب. لكن بشكل عام صحة القلب للنساء وللرجال مهمة جدا. الرياضة، رياضة المشي هذه ما في داعي اقول لك روح للجيم واعمل رفع اثقال، هذه بالعكس هذه يمكن تضر القلب ترى على فكره، تضعف القلب. شو اسمه؟ شوفي الممثل هذا المعروف كان الالماني شوي ارنولد هذا هذا من كثر ما هو كان يسوي رياضه حمل اثقال عنده صار تضخم في القلب يعني كثير في عضله القلب. نعم. سوى عمليه او عمليتين. فلا احنا ننصح بالرياضه العاديه، رياضه المشي، تريدميل عادي، الحفاظ على التوازن، ما قلنا حميه الواحد يحتمي ويرجع مره ثانيه ياكل، لا، هي التوازن الغذائي مهم جدا. يوم اللحوم بشكل معتدل، اسماك بشكل معتدل، خضار. طبعا اقول لك الكلام هذا ما طبقه على نفسي، ولكن مهم جدا نذكر نفسنا الواحد. ايوه الواحد انه
يعتدل في كل شيء. الاعتدال هذا هو سر يعني الحفاظ على الصحة. نعم. لكن رياضة المشي هذه لازم، أحيانا الطقس ما يساعد، لكن حتى داخل البيت المشي والرياضة الخفيفة. صحيح. لكن الرياضة القوية هذه بس يعني بلا عضلات ممكن من غير فائدة كثير يعني. صحيح صحيح. طب دكتور، يمكن دائما نسمع وحتى أيام ما كنا صغار أمهاتنا كانوا يقولون لا تنامين زعلانة، لا تنام زعلان، لا تنومون لا تنومونها زعلانة، حتى لو الطفل مسوي شيء غلط أهم شيء يتراضى قبل ما ينام عشان ما ينام حزين ومكسور القلب أو أيا كان. فهل هذا الكلام صحيح من ناحية طبية، أنه فعلا الواحد لو ما لو عفوا نام زعلان سواء بغض النظر عن العمر صغير أو كبير ممكن لا قدر الله يصير له شيء هو نايم؟ ممكن. الواحد لما يزعل شو يصير عنده؟ يرتفع الضغط عنده عالي حتى لو ما عنده ضغط. نعم. ومعظم الناس اللي يصيرهم نزيف في الدماغ على فكرة لما يزعل ويعصب ويغمى عليه ويدون المستشفى يقول إذا صار عنده نزيف في الدماغ بس ما عنده ضغط، يقول لأنه أحيانا ارتفاع الضغط العالي المفاجئ هذا شايفه ممكن إذا يسبب نزيف في الدماغ. طبعا يكون أحيانا يكون بعض النسبة قليلة من الناس يكون عنده مشكلة في الدماغ ما حد عارف عنها شيء، اللي هو أنيوريزم صغير يعني أو تحوصل في الشريان وينفجر بسبب أنه ارتفاع ضغطه عالي جدا. فيمكن لو صح الكلام هذا انه فعلا ليش تروح تنام وانت زعلان ضغطك مرتفع واصلا ما يجيك النوم يعني حتى لو تحاول تنام وانت زعلان. لكن الارتفاع الضغط المفاجئ هذا مش كويس. في الثلاث امراض هذه اللي هو الوزن الزائد، السمنه وهي منتشره مع الاسف الشديد، ارتفاع ضغط الدم وعدم التحكم فيه او عدم زياره الطبيب، لان احيانا ما تدري بس تحس بصداع ما تعرف شو الصداع هذا، تروح الدكتور تلاقي ان الضغط فعلا مرتفع وانت صغير في السن. الشيء الثالث السكر، مع الاسف الشديد السكر منتشر والناس ما زالوا ياكلوا من غير ما يغيروا اي نظام غذائي بالرغم انه عارف عنده السكر بس عط نفسك زياده انسولين او كل حبه زياده، هذا طبعا غير صحيح. المفروض تراكمي يكون بنسبه 7 واقل. نعم. انا لما يجيني مريض يقول لي انا التراكمي عندي بالنسبة للسكر 10 أو 12 بعضهم 13، يقول له فين عايش أنت؟ يعني أنت تعرف أن هذا الشيء مضر جدا على النظر، على الشرايين القلب، على الكلى، على الأعصاب نفسه يعني. نعم. يعني حوار جدا ممتع ورائع ومهم جدا، أنه لازم ما في أحد ينام زعلان، والقلب المكسور بالفعل هي متلازمة موجودة فلازم أنه مرتبطة بأسباب عضوية وبأسباب نفسية أيضا. نعم، نفسية كثير أكثر بالضبط. فإيش نصيحتك دكتور كطبيب قلب إلى الناس وكيف ممكن أنهم يشيكوا على قلبهم من فترة إلى أخرى عشان يتجنبوا أمراض القلب؟ بالنسبة للمستشفيات اللي اشتغلت فيها عملت برنامج سن 30 زيارة في السنة. نعم. سن 40 في تحاليل معينة. سن 50، سن 60، كل 10 سنوات إذا ما عندك مشاكل روح للطبيب، حتى لو ما عندك مشاكل في تحاليل معينة لكل فترة زمنية من العمر. أيضا الوزن، لما يصير الوزن من 30 البي ام اي عالي المفروض تبدأ إيش تفكر في تشوف الدكتور تنظيم غذائي، خبير التغذية أو أخصائي التغذية. مهم جدا نمط الحياة يعني بشكل عام الصحي. هذا مهم جدا. طبعا. اللي هي الزيارة للطبيب بشكل منتظم حتى لو ما عندك مرض. ممكن. يعني تحس بالإرهاق روح الدكتور شوف. الأستاذ دكتور غنام الدوسري، ما تخيل قديش تشرفنا بإجراء هذا اللقاء معك وممتنين جدا لتواجدك حضورك اليوم معنا. الله يسلمك، وإن شاء الله في المستشفى الجديد حيكون في قسم خاص بصحة قلب المرأة إن شاء الله بإذن الله، بس للتشيك على الجنس الرقيق. كل التوفيق دكتور، وإحنا فخورين فيك وممتنين لتواجدك اليوم معنا. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل شيف سعودي يفوز في مسابقة كأس العالم للبيتزا ويكشف عن أسرار البيتزا الإيطالية الناجحة.